وفاة الجنرال الجزائري وقائد الأركان السابق خالد نزار منذ قليل بين أفراد عائلته. توفي الجنرال المتقاعد خالد نزار اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاماً. اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق المجاهد خالد نزار توفي في مقر منزله بالعاصمة وسط أفراد العائلة. لا إله إلا الله، دائما نقول تعدد الأسباب والموت واحد. نتمنى من الجميع طبعا الدعاء له بالرحمة والمغفرة. طبعا يعتبر اللواء المتقاعد خالد نزار من مواليد 7 ديسمبر 1937 بقرية سريانة ولاية بتنا، وهو رابع رئيس أركان الجيش الجزائري. وقدم رئيس الجزائري تبون وعدد من مسؤولي الدولة تعازيهم لعائلة أبنا وإن إليه رجعون. أتمنى من الجميع الدعاء بالرحمة والمغفرة.